بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا المره الماضيه نزلنا WDS Windows Deployment Services، شفنا كيف عمليه اللي هي الانستليشن، كانت اللي هي عمليه كثير بسيطه. اليوم راح نكمل عمليه اللي هي الكونفيجريشن ل WDS ل Windows Deployment Services. اعتقد بانه الكل الان عارف شو هي الريكويرمنتس على اساس انك تنزل WDS. هكذا بالنسبه لل WDS عندك لازم يكون فيه DHCP سيرفر، لازم تكون جزء من الاكتف دايركتوري، ولازم تكون الفايل اللي بدك تخزن فيه الايمج اللي هي لازم يكون فورمات انتي اف اس. تمام، هسه احنا بعد ما خلصنا عمليه اللي هي الانستليشن، هلا كيف بعد ما خلصنا عمليه اللي هي الانستليشن راح تلاحظ بانه في عندك الويندوز ديبلويمنت سيرفيسز بيحكي لك بانها ايش ما لا نوت كونفيجرد. الان كيف عمليه اللي هي الكونفيجريشن؟ تيجي تكبس رايت كليك، تيجي تعمل اللي هي كونفيجر سيرفر، تمام؟ رايت كليك كونفيجر سيرفر. لاحظوا بانه الكلمات اللي انا او اللي هي الاوبشنز اللي كانت موجوده عندنا في الريكويرمنتس في المحاضره الماضيه، هاي السناب شوت هي انا جبتها نفس ما هي، تمام؟ وطلعوا هي نفس اللي هي الاشياء اللي احنا حكينا عنها، فانت بدك ترجع مره ثانيه تتاكد بانه كل هاي البري ريكويزيت موجوده عندك اوريدي، احنا طبعا موجوده عندنا اوريدي، فتكبس نيكست. لاحظوا انه بيحكي لك سؤال I don't know why، يعني انه ليش هيك السؤال انه حاطين لك اياه، بيقول لك integrated with active directory or stand alone server. احنا اوريدي بنعرف انه هذا لازم يكون ممبر في الاكتف دايركتوري، فمش عارف شو الفائده من اللي هي الستاند الون سيرفر. نيجي لك بس نيكست. الان بيحكي لك بانه انت الان بدك تروح تجيب هذه الايمجز، هسا الايمج اللي انت بدك تصير توزعها على السيرفرات او على الاجهزه اللي موجوده عندك، الان لازم تكون انت مخزنها في مكان عندك، لازم تكون مخزنها. عادة هذا المكان زي ما هو بيحكي لك بانه لازم يكون انتي اف اس، ولازم يكون لارج انف بحيث انه ياخذ هذه الايمجز. هسا الايمجز دائما وابدا لازم تكون امتدادها ايش؟ دوت دبليو، لا دوت دبليو اي ام، ويندوز ايمج ميديا، ويندوز ايمج ميديا، احفظوها دوت دبليو اي ام، لازم تكون دوت دبليو اي ام. هسا دوت دبليو اي ام طبعا في، اذا انت كان اذا انا رحت عملت مثلا نسخه من جهاز على سبيل المثال باور ريكويست ماجيك او ايزو ايمج او وات ايفر اي برامج، فانت في عندك القدره على انك تحول هذا الايزو ايمج في برامج ثيرد بارتي، بس تدخل على جوجل اكتب اللي هي مثلا ايزو كونفيرت ايزو تو دبليو اي ام، فبيقدر يحول لك اياها بكل سهولتها. بس هون بيحكي لك بان انا راح اعمل لك كرييشن لباث موجود عندك على السي، وراح اسمي لك اياه ريموت انستول فولدر. انت بامكانك انك تحدد اي فولدر ثاني، خلينا على هذا الفولدر. تكبس نكست. لاحظوا شو اعطاك اللي هي الويرنينج، حكى لك انت مو هذا الايمجز انت راح تحطه على السي، وبالتالي السي يعني من الخطر بانك انت تكون حاطه على السي، فضل بانه اي بارتيشن ثاني. احنا بنحكي له يس اوكي ما في مشكله، احنا بدنا اياها على السي. لاحظ شو اعطانا هون مسج، مسج كثير مهمه جدا. هو باي ديفولت تذكر لما حكيت لكم بانه في عندك دي اتش سي بي وبانه في عندك دبليو دي اس، شو حكيت لكم الرابط ما بين دبليو دي اس وال دي اتش سي بي؟ لازم تنزل اول شيء دي اتش سي بي عشان تنزل دبليو دي اس. هسه ماشي، هو ريكويرمنت بانك تنزل دي اتش سي بي، بس شو الرابط ما بين دي اتش سي بي ودبليو دي اس؟ الانسان هسه بده اي بي، اكيد اي شيء بده اي بي. شو؟ يعني عليك، لانه هنا الاثنين بيشتغلوا على نفس اللي هي البورت نمبر، اللي هي بورت قديش؟ 67، 67 شباب هذول تحفظوهم. ماشي يا مراد؟ ماشي. اثنين دي اتش سي بي ودبليو دي اس بيشتركوا في سيرفيس واحد، انهم عندهم بيعملوا ليسننج على نفس البورت اللي هو 67. هسه بما انه هذول الاثنين نازلين عندك على نفس الجهاز، اذا كانوا الاثنين نازلين عندك على الجهاز فانت بتعملهم ايش؟ تك لهذول التو اوبشنز اللي هما دو نوت ليسن تو دي اتش سي بي وكونفيجر دي اتش سي بي اوبشن فور بروكسي دي اتش سي بي. بانه انت خلاص اذا كانوا نازلين عندك على نفس الجهاز ما تعمل انت ليسننج، ليش؟ لانه هذا البورت محجوز، تمام؟ هو اوتوماتيكلي يجي مع الاوفر تبع الدي اتش سي بي سيرفر. هسه اذا كان الدي اتش سي بي سيرفر لحاله، السلام ورحمه الله، اذا كان الدي اتش سي بي سيرفر لحاله وكان الدبليو دي اس لحاله، فبتشيل هذول التك عنه، تمام؟ لانهم بيكونوا منفصلين عن بعض. احنا هون زي ما حكينا بانه دائما وابدا يعني عاده، انه جرت العاده بانه دبليو دي اس
و DHCP سيرفر بيكونوا مع نفس الوقت. لا لا انا على اساس انه الباكت انت لما تيجي تعمل لها listening مرة واحدة, يعني تبعت الباكت عندك مرة واحدة في النتورك بدل ما تبعت لسيرفرين اثنين. فبنحكي له next. لاحظ هون بيحكي لك احنا المرة الماضية ايش حكينا, حكينا بانه عندك الاجهزة لازم تكون مزودة بالBXE اللي هي pre-boot execution environment, بانه القدرة على انها تعمل start من خلال ايش الايثرنت, من خلال ايش اللي هي الايثرنت نتوركس. وعلى اغلب الديفايسز الان اللي هي الايثرنت بتكون مدعمة بهذه السيرفس. هسه هون بحكي لك طيب انت الان بمجرد ما جبت اجهزة حطيتها عندك على النتورك, شو بالنسبة للدي اتش بي عفوا للدبليو دي اس ايش بدك اياه يعمل؟ فبيحكي لك اول واحد اول خيار بانه دو نوت ريسبوند تو اني كلاينت كمبيوترز, يعني اذا انت جبت كمبيوتر وركبته ايش ماله؟ ما راح يعطي ايش الايمج, يعني ما راح يبلش على الايمج, وبهيك احنا ما نكون استفدنا ايش من السيرفس اللي هي دبليو دي اس. الخيار الثاني شو بيحكي لك؟ ريسبونس اونلي تو نون كلاينت كمبيوترز, يعني فقط الكمبيوترات اللي انا معرف لك اياها فقط هي بتصير بتنزل عليها ايش ايمجز. تمام, كيف احنا بنعرف الكمبيوترز؟ كيف طيب انا بدي اعلمه بانه هذا الكمبيوتر نون بالنسبه لك او مش نون؟ كمان شويه هي راح ناخذها في الجزء الثاني تاعنا. في عندك الخيار الثالث كيف؟ الاولى دو نوت ريسبوند, يعني ما تبعث ايمج ما تنزل على اي حدا. الخيار الثالث ريسبوند تو اول كمبيوترز سواء نون او انون, يعني اي جهاز الان بيشبك عندك تمام مباشره بتصير تعطيه ايش بتنزل عليه الويندوز ايمج. طبعا هون في عندي خيار, طبعا هذا الخيار راح نختاره. طيب هو بيقول لك بانه اذا كنت انا كادمنستريتور هل يحتاج مني لابروفل؟ يعني انا جبت الجهاز وركبته على النتورك تمام, هل بدك ياخذ ابروفل هذا الجهاز بانك تنزل عليه ايمج ولا خلاص مباشره بمجرد ما ركب يصير اوتوماتيك؟ هذا الخيار بيعطيك اللي هي التحكم انه انا اذا يعني مش اي حدا بيركب جهازه ياخذ ايمج من عندي الا لما انا اجي اكس رايت كليك واعطيه ابروفل, اذا ما اعطيته ابروفل بيضل ايش ماله بندنج. احنا بدنا نعطيه بانه لا ريسبونس تو اول بدون ما يكون في عندي ايش ادمنستريتور. كمان شوي احنا راح نشوف لما تحط ادمنستريتور شو بيصير. فانت بتيجي تحكي له نيكست. لاحظ هو الان شو عمل لك, عمل لك كونفيجريشن لمين؟ للويندوز ديبلويمنت سيرفيسز. The service did not respond to start or control request to timely fashion. هذا ضغط عنده هيك تحكي له اوكي فينيش. تلاحظ بانه هون عندك معطيك عليها اشاره لونها اسود, السيرفر عندك مش شغال, تكبس عليه رايت كليك اول تاسكس تعطيه ستارت. تمام هيك اعطاك بانه successfully started windows deployment services. الان السيرفس عندك شغاله والسيرفر عندك صار فيه اشاره لونها اخضر الكل هيك تمام. راح تلاحظ بانه في عندك مجموعه من اللي هي الفولدرز الموجوده عندك والتابس اللي من خلالها احنا رايحين نشتغل. راح تلاحظ بانه في عندك هون اول شيء اسمه اللي هو install images وفي عندك boot images, هذول اكثر شيء رايحين نشتغل عليهم. هلا انا لحد الان انا مش معطيه images اللي بيبعثها push للديفايسز صح ولا لا؟ طب انا اول شيء راح افكر فيه بانه شو بدي اعمل, بدي اروح اعمل images, بدي اروح اعمل images. هسه اما انت بتروح تعمل image WIM او ويندوز نفسه اللي هي الميديا تبعت الويندوز بيكون فيها نسخه خاصه اللي هي بينزل لنا اياها اللي هي بتكون امتدادها WIM. هسا تتذكر زمان بال 98 او يمكن حتى بال 2000 وقبل ال 2000 كنت شو بتروح بتساوي انت؟ بتروح بتجيب اللي هي الايمج تمام, وفي ديسك ثاني يعني الايمج نفسها هذه او السي دي ما بيبوت لحاله, فانت شو بتروح بتساوي؟ بتروح بتجيب لك اللي هي الفلوبي اللي هي ديسك ستارت اب تروح بتحطه فهو بيبوت بعدين بيشغل لك اللي هي الميديا. هسا لحد الان احنا
في ال WDS تقريبا نفس المبدأ، في انه بتحط الايمج نفسها اللي هي الميديا، وبعدين بتروح بتحط لها البوت اللي بدها تطوط من خلاله. تمام؟ طبعا الان احنا شو بنيجي بنساوي؟ بدنا نعطيه ايش اللي هي الايمج، فانت تكبس رايت كليك عليه رح يقول لك بانك بدك تعمل اد لا انستول ايمج، بدك تضيف ايمج عشان تعمل انستليشن عند اليوزر، فبنحكي له يس اوكي انا بدي اعمل اد لا انستول ايمج. لاحظ بيسالك هون سؤال بيقول لك شو بدك تسميها، يعني هون لما تظهر عندك اللي هي الجروب شو بدك تسميها، فانت مثلا تيجي بتحكي له ويندوز سيرفر، انا هذه الجروب بدي اسويها ايش لا الويندوز سيرفيسز. تمام؟ فبتيجي بتحكي له نيكست. لاحظ هون شو بيحكي لك، بيحكي لك طيب دخل لي وين هذه الايمج الموجوده عندك، انت وين حاططها. هسا لاحظ بيقول لك بانه اذا كنت بدك تاخذ هذه الايمج من السي دي الويندوز، راح تلاقي بانه في عندك بجوا سي دي الويندوز في عندك باث جوا الدي في دي تحت اللي هي سورسز فولدر، في عندك فولدر اسمه سورسز بتلاقي جواته البوت وبتلاقي فيه الانستول. احنا هون عم بنعمل انستول ايمج، فشو رح نختار اللي هي الانستول ايمج. طيب احنا بنيجي هون بنصغر الفيرتشوال ماشين، تيجي على ميديا تقول له دي في دي، تقول له انسرت ديسك، يعني بدي احط له اللي هي الميديا تبعت ايش السيرفر. بتروح طبعا تعمل براوزنج على الاي، في عندك عايزة ايمج، بتختار مثلا نسخة الويندوز اللي انت بدك اياها بتحطها فيه. هسيك بيكون عندك السيرفر نفسه شاف نسخة اللي هي الويندوز. تمام؟ عادي دخلت زي كأني دخلت دي في دي بال بال بالفيرتشوال ماشين. يس. بتصغر اللي هي الماشين، تيجي على ميديا دي في دي بتقول له انسرت ديسك، بتروح وين الايزو ايمجز عندك على الاي مثلا، بقول له هاي الايزو، بختار الايزو تبعت لي ويندوز سيرفر 2012، يعني انا بدي اصير انزل ويندوز سيرفر 2012 عند اليوزرز، بقول له اوكي اوبن، برجع مره ثانيه للسيرفر عندي 2012، بينت عندي ايش الدي في دي عادي زي كاني حطيته وين ها ما بين ايزا ما في عندك ايزا موجود عندي بس ايزا تبعت اللي هي الويندوز سيرفر مش موجوده دي في دي موجوده جوا الويندوز. فانا شو باجي بحكي له خلاص هذا بسكرها، بقول له هو يقول لي دخل لي نسخة اللي هي الدي في دي عشان اخذ منها الايمج، تيجي تحكي له براوز، بتروح على الدي في دي عندك، جوا الدي في دي ما هو اصلا كاتب لك قايل بانه راح تلاقيها تحت سورس فولدر، فانت بتيجي تقول له هاي سورسز، راح تلاحظ بانه في عندك مثل ما حكينا هون بانه في عندك تو فولدرز عفوا تو فايلز بوت ودبليو اي ام اند انستول. فاحنا شو اللي راح نختار الان؟ احنا في الانستول فبنختار انستول. دي في دي بعدين انستول اوكي سيلكت. الان بنيجي نكبس نيكست. لاحظ هو شو عمل؟ راح تطلع جوا هذه النسخة طلعت الويندوز فلقى فيها الفيرجنز اللي سبورتد، يعني الفيرجنز المدموجة، عشان كنا بننزل يا اما ستاندرد يا اما انتربرايز، وكان في عندك كور هون هون فهن الاربع، فهو قال لك بانه انا في عندي اربع 2012 ار 2 سيرفيس سيرفر ستاندرد بس كور الاول، الثاني ستاندرد جرافيكال يوزر انترفيس، في عندك داتا سنتر كور وداتا سنتر عادي. هون بيسألك بيقول لك بدك تحتفظ بهذه الأسماء، يعني بتظهر نفس اللي هي الأسماء، ولا أنت بدك تغير أسماء؟ طبعاً لا يفضل بأنك تغير أسماءها، يعني أخليها نفس الشيء على أساس بأنه الناس تعرف شو عم تشتغل. ولاحظ بأنه هي كلها 64 بيت وديسكريبشن عنها، إذا أنه تحب بأنك تقرأ ديسكريبشن. نيجي نحكي ليش؟ نيكست. لاحظ هون بيقول لي خلاص أنا لقيت اللي هي الإيميجز اللي أنت بدك إياها،
فهذول الأربعة راح أضيف لك إياهم على هذه الإيمجز. يعني هذا المقصود بأنه لما يجي واحد بده ينزل من الـ WDS هذول الأربع خيارات راح يظهروا له، أنت اختار واحد منهم تمام. فأنت بتيجي تكيله Next، يبلش عملية اللي هي Preparing ودمج لهذه الإيمج الموجودة عندك هون. هسا في شغلة بدنا إياكم تعرفوها، الويندوز يقسم لقسمين، الفايلز اللي هي الويندوز فايلز والبوت فايلز. حكيت لكم يعني قبل هالمرة؟ طيب الويندوز عندك يقسم لقسمين، الويندوز فايلز والبوت فايلز. الويندوز فايلز اللي هي الويندوز واليوزرز والبروجرام فايلز. هلو يعني انت لما تنزل عندك ويندوز تلاقي بينزل عندك في السي الفايلات هذه اللي انت بتحتاجها، البروجرام فايلز واليوزرز والويندوز، هذول اهم ايش فايلات موجوده عندك. هذا من الويندوز فايلز. هسه الويندوز فايلز دائما بينزل عندك وين؟ بالبارتيشن اللي انت بتنزل فيه اللي انت بتختاره عمليه اللي هي الانستليشن. طب شو بالنسبه، طبعا هذول هن اللي بيشغلن الويندوز، يعني انت بس تشغل الويندوز تصير تسال وين البينت وين كذا كلها انت هنزل. طب مين اللي بيشغل السيرفر؟ يعني السيرفر او الجهاز عفوا ما هو عباره عن قطع الكترونيه. فهسه هذا القطع الالكترونيه بتشتغل بلغه لو ليتل اسمبلي. هاي الويندوز اللي احنا بنشتغل عليه هو ابر لاير، يعني هو فلغه اللي هي البروجرامنج كثير مرتفعه عنده، فهو ما بيقدر بيشغل اللي هي الديفايسز. فكان في عندي شيء ميديشن بيناتهم، اشي اسمه ايش؟ البوت فايلز. هلا هاي البوت فايلز شو بتساوي؟ هي اللي بتشغل لك الديفايس الرئيسيه، هي اللي بتشغل لك ايش؟ الديفايسز. هي بتروح تشيك لك على الرام، على الهارد ديسكات، على كذا زي، وتقوم الويندوز تمام؟ بعدين اللي هي الاوبريتنج سيستم يصير يشتغل بشكل كامل. طب هذول البوت فايلز وين بيكونوا موجودين؟ بيكونوا موجودين عندك على السي تمام؟ ولكن بيكون معمول لهم ايش؟ هيدن. لو جيت على فيو تمام واجيت عندك على اوبشنز ودخلت على تشينج فولدر اوبشنز واجيت على فيو واجيت قلت شو هيدن فايلز عملت ابلاي وعملت اوكي، راح تلاحظ انه ما فيش شيء ظهر عندك. ليه؟ هذا تافه انساني. لانه مايكروسوفت عامليت له هذول لان المهمات اللي هي البوت فايل، اذا ضربت البوت فايل شو بيصير عندك بالويندوز؟ راح. فهون مايكروسوفت عامليت لك له هيدن مرتين على اساس بانه ايش؟ تحمي لك اياهم. فبتيجي على اوبشنز تشينج فولدرز، لا بديش شيء منها خلاص. تيجي على فيو راح تلاحظ انه في عندك هون، انا ما بدي سماعات، راح تلاحظ انه في عندك هون شيء اسمه هاي بروتكتد اوبريتنج سيستم فايلز ومحطوط بجنبه ريكومندد. هاي ايش مالها؟ اوبريتنج سيستم فايلز. بتشيل عن الهاي بيطلع لك وارنينج مسج بيقول لك اي اديت او ديليت هذا شو راح يعمل الكمبيوتر؟ ان اوبريبل. ايش يعني؟ خلاص ما راح يرجع يشتغل. تبتدي تحكي له يس، تتسكي له apply، تتسكي له okay. لاحظ شو ظهر عندك؟ هاي في عندك فولدرات شايفينها؟ boot mgr، boot nxt، page files. انت حذفه. فهون بمجرد ما حذفته شو اللي راح يصير عندك؟ الاوبريتنج سيستم يصير داون. تذكر لما كنا بنتحدث عن الدايناميك وعن البيسك؟ الدايناميك ما بتدعم هذا البوت فايلز. عشان هيك اذا حولت الديسك عندك اللي نازل عليه الاوبريتنج سيستم دايناميك شو يصير في هذه الفايلات؟ كوربتد. وبالتالي شو يصير بالاوبريتنج سيستم عندك؟ طيب هسه قد يسال سائل ويقول لك السؤال التالي، طب انا عندي سي ودي واي، رحت نزلت الاوبريتنج سيستم على الدي، شو اللي راح يصير في هذه الحاله؟ يقول لك كالتالي اللي راح يصير، الويندوز فايلز راح تنزل على الدي، بس البوت وين بتنزل؟ البوت ما في لها مكان غير ايش؟ السي.
فقط على السي. لذلك انت ما بيعطيك خيارات بان اختار انت السي، هو بيكون مختار لك اياه. الويندوز دائما وين بيكون؟ الويندوز فايلز باي مكان تحطهم، البوت فايل وين دائما يكون؟ على السي. طيب فهمنا هذا النقطه؟ يضرب هذه النقطة اللي بدي أحكي فيها. طب تخيل لو كان في عندك أكثر من ويندوز، الويندوز الأول ممكن ينزل على السي كفايلز، الويندوز الثاني راح ينزل على الدي، اثنيناتهم راح يحتاجوا فقط بوت فايل واحد اللي هو على السي. حتى لو كان ديفرنت، لو كان مثلا لو كان ويندوز اكس بي مع ويندوز 7 مع ويندوز مثلا اوبريتنج سيستم لينكس. والله لينكس ما بعرفش حقيقه، احنا نحكي ويندوز سيبني من لينكس. تمام، فاذا كان عندك ويندوز اكثر من اوبريتنج سيستم ثاني بيحتاجوا لايش؟ بوت فايل واحد. لا لانه خلص انت اهم شيء عندي تبوتني، لان انت قبل هي الاوبريتنج سيستم مش بيعطيك اللي هي خيارات يقول لك اختار الويندوز اللي انت بدك اياه. مين اللي يقول لك اختار الويندوز اللي انت بدك اياه؟ اللي هو البوت فايلز. تمام، فهنا بيكون بوت فايل واحد. تخيل عندك تو بوت فايلز، شو راح يصير؟ يخشن في بعض. تمام، فهمنا هذه النقطة؟ تمام، جميل جميل. نرجع الآن للويندوز ديبلويمنت سيرفيسز. راح تلاحظ انه خلص عملية اللي هي إضافة اللي هي الايمج، بتيجي بتحكي له ايش؟ فينش. لاحظ شو أعطاني هون؟ سمالي اياها بالاسم اللي انا بدي اياه، واعطاني الايمجز اللي موجوده عندي، واعطاني الستاتس تاعتها بانها ايش؟ اونلاين، السايز، الديت، الفيرجن الى اخره. تمام؟ طيب بما انه انا كنت عم بحكي قبل شوي بانه انت في عندك هاي الايمج، هاي الايمج شو راح تحتاج؟ لابوت، بدك انت ايش يبوتها. ما في داعي بناء على المعلومه اللي اخذناها اخر شيء، ما في داعي بانه لكل ايمج بروح بعمل بوت. خلاص انت عندك بوت واحده، فانت بتيجي بتكبس رايت كليك على بوت ايمجز، بتقول له اد بوت ايمج، فهو بيسالك نفس السؤال، بيقول لك اذا انت بدك تبوت، فانت في عندك اللي هو الخيار من خلال تيجي على براوز، تدخل على نفس المكان الدي في دي على سورسز، تلاقي بانه في عندك بوت دوت دبليو اي ام، تقول له اوبن نيكست. حكى لك انا عملت ديتكت عليها بانها راح تكون 64 بت which is good، لان هذا اللي احنا بدنا اياه. تقول له نيكست، بيقول لك انا راح اعملها بهذا الاسم، في عندك اي شيء بدك تعدله وتعمل باك نيكست، ببلش عمليه اللي هي ادنج للبوت الموجوده عندي. هيك احنا بنكون شو عملنا؟ جهزنا ويندوز سيرفر بستاندرد جرافيكال كور داتا سنتر جرافيكال كور، بحيث انه الان الاند يوزر عنده خيار ينزل اللي هو اللي بده اياه. تمام، يبوت من خلال ايش؟ من خلال هاي البوت ايمجز اللي موجوده عندي. انت هيك فعليا بتكون تقريبا جاهز للاجهزه منها تنزل وبتشتغل، بس اخلص فينش. تمام، هيك بيكون في عندك بوت ايمج. لاحظ هذه البوت ايمج موجوده عندك اونلاين والحجم تاعها موجود. تمام، واضح لحد هون الامور؟ جميل. طب انا بدي اتست، بدي اعمل تيستينج، هل فعلا هسه صار عندي هيك؟ انت تقريبا خلينا نقول الويندوز ديبلويمنت سيرفيسز لحد هون تمام التمام عندك بالستاندرز كونفيجريشن. تمام، تقدر الان تروح تجيب اجهزه وتركبها عليه. خلينا نجرب. تيجي الان عندك هون على الفيرتشوال ماشين، تصغرها، تيجي الان تبني فيرتشوال ماشين ثاني، يعني زي كانك الان جبت جهاز جديد بدك تركبه. تيجي تكبس رايت كليك نيو فيرتشوال ماشين بيفور بيجن نيكست، تيجي بتسميها تيست دبليو دي اس، يعني بيعمل تيستينج على دبليو دي اس. اعملها ستور في مكان يعني عندك على جهازك، تمام، على الفولدر تاعك، عشان تعمل لنا ايش؟ ديليت، لان احنا ما راح يعني نحتاجها. فمثلا باجي بحطها عندي على الاي، مثلا على اسمي باجي بحكي له فولدر بسميها تيست دبليو دي اس سيلكت فولدر. تمام،
اوكي اخترت المكان اللي انا موجود فيه وتست سميتها تست WDS وملت ستوب نيكس اختارها جينيريشن 2 لانها راح يكون للسيرفر 2012 نيكس الميموري خليها 2048 شوف قاعد بيصير تمام نيكست النتورك شيء طبيعي انك لما تجيب جهاز تركبه على نفس السويتش اللي موجوده فيه النتورك تبعتك فانت بتقول طب هذيك على انه السويتش انا شابكه على ام جي ام داش اس دبليو انت بتشوف انت على شو شابكها تذكي لو حدا بيعرف هذا ما بيعرف بانه كيف وين النتورك اللي انا شابك عليها في حدا ما بيعرف طيب اوكي انا ما بعرف اذا انا ما بعرف باجي على الاديشنال مثلا او على اي سيرفر السيرفر انا موجود عليه بقول له فايل سيتنجز وبطلع هون بلاقي في عندي نتورك فهو بالنتورك بيقول لي انت على ايش شابك هون كيف هذا شابك الاديشنال هيك هلا فايل سيتنجز شابك انا عندي على ريال تك اوكي ما في مشكله معناته هذه الفيرتشوال ماشين وين راح تكون شابكه على ريال تك فانت بتشوف وين انا شابك الفيرتشوال ماشين عندي وبختارها تمام تيجي بتقول له نيكست هون بيقول لك بدك اعمل لك اللي هي كرييشن ل الفي اتش دي اكس يس اعمل لي كرييشن لواحد تيجي تقول له نيكست هون في هاي الخطوه الكل ينتبه هون بيقول لك طبعا عمليه اللي هي الانستليشن انتم بتتذكروا كنا بنقول انه انستول ليتر او انه انستول اوبريتنج سيستم فروم بوتابل ايمج بتكون بس لاحظ الخيار الثالث هون شو بيحكي لك انستول ذا اوبريتنج سيستم فروم ايش؟ نتورك بيست انستليشن سيرفر يعني ايش المقصود فيها؟ من خلال النتورك في سيرفر اسمه دبليو دي اس انا بدي انزل عليه الويندوز فاحنا بنختار الخيار الثالث تيجي تكبس له النكست تيجي تقول له فينش لاحظ الان جهزت عندي دبليو دي اس تيست ميرسي بوكو يعني لو ادرس عليه هذا بنت اعمل له كونكت تيجي تعمل له تيرن اون لاحظ الان شو اللي عم بيصير عندك لاحظوا الكل معي شو اللي عم بيصير خلي الماشين تشتغل عم اعطيها رننج نعمل فيو فول سكرين لاحظ الان طلعوا شباب شو اعطاك هون راح جاب لك اي بي ادرس 10.1.1.11 والسيرفر قال لك انا هذا جبته اللي اعطاني الاي بي بعدين اعطاك بوت فيلد اي اف اي نتورك بريس اني كي تو ليه؟ لانه احنا اصلا معطينا خيار بانه هو شو بيقول لك بريس انتر على اساس اني ابوت مش انت لما تحط السي دي مش بيقول لك برنت بريس اني كي تو كونتينيو او تو بوت فروم سي دي فانت لما تكبس انتر ببلش عمليه اللي هي ايش البوتينج لايش للايمج تكبس انتر شو عم تعمل انت شفنا عندكم مصداقه يعني اخذتوا انتوا اي بي ادرس ما في سبيس عندكم بالضبط انت شوف عندك في سبيس شوف عندك في سبيس على الاي ما هي بيقول لك بريس انتر تو ما تبغى حصل اكبس اكبس انت ايوه اصبر علي شوي اصبر طلع علينا طلعش علي اصبر طلع اخذ اي بي ادرس اكبس انتر يلا تمام
شايف؟ شايفين تحت شو كان شابك عندكم؟ كان عم يشبك من وين؟ من الاي بي ادرس تاع السيرفر الرئيسي. ليه؟ لانه هسه مو صعب بالنسبه له دبليو دي اس، وما عم ياخذ من الميديا، صح ولا لا؟ طبعا الان هون عندك يا اسامه، لاحظ شو عم يحكي لك بالانستليشن. ويندوز ديبلويمنت سيرفيسز دبليو دي اس، ويندوز ديبلويمنت سيرفيسز. ولاحظ معطيك اللي هي هاي اللوكيشن، انه اعطيني شو اللوكيشن، شو هذه الاشياء. الان انا كادمنستريتور، تمام، انا كادمنستريتور، تيجي انت تكبس نيكست، راح يطلب منك كريدنشال. ليه؟ لانه مو اي حدا بينزل، لانه لو كانت اي حدا بينزل معناته انت اللايسنس عندي راح تخلص بقديش. اي واحد يجيب جهازه من البيت بيركبه ولو مخبل هي اللايسنس، فبيطلب منك هون انه دخل الكريدنشال. لاحظ الكريدنشال بيقول لك لازم يكون اسم الدومين ABC على الادمنستريتور اللي مسموح له بانه يعمل WDS مع الباسورد الكومبلكس تاعنا 1. تيجي تحكي له ايش؟ اوكي؟ لا ما زحنا شيء على الكريدنشال، ما وصلنا لشيء كريدنشال اصلا. لا احنا لسه ما حكيناش عن الانون، بعدين الانون على الديفايسز مش على اليوزرز. تمام، لاحظ الان شو اعطاك شباب. يا اسامه اسمع بس، اتركه اقعد انت، شو بدك فيه اسمع. فهسه هون بتلاقي عندك اللي هي اوبريتنج سيستمز، نفس الاوبريتنج سيستمز اللي انت اخترتهم، صح ولا لا؟ تيجي بتختار ويندوز سيرفر ستاندرد، نيكس، عندك اللي هي الديسك، تيجي بتقول له درايفر اوبشنز نيو، تعمل ابلاي كالعاده زي كانه عم يشتغل، تقول له يس. انت الان عم تشتغل زي كانك ايش؟ عم بتنزل ويندوز بشكل ظريف جدا وسهل. تيجي بتقول له نيكست، بتبلش عمليه اللي هي الانستليشن لهذا السيرفر. طيب سؤال الان راح يطرح نفسه، لاحظنا بانه انا لما اجيت بدي انزل كان يطلب مني بدي اكبس انتر. بالويندوز ديبلويمنت سيرفيسز ال 2008 كان بيقول لك بريس اف 12 اف 12. طبعا لما يكون في عندي مين جهاز يظهر، هل ينفع بان اروح اظني اف 12 اف 12 اف 12؟ شوف يعني، شوف رايك يعني، مش حلو صح؟ فهسه شو بدنا نعمل؟ في عندنا مهارتين الان بدنا نتعلمهم، بانه انا بدي اشيل الاف 12 هاي او اللي هي بريس انتر، وبدي اياها خلص اوتوماتيكلي بدون ما بيسالني هو لحاله ايش؟ يبوت ويبلش ينزل بدون ما يسالني بريس اني كي. طيب احنا هذا السيرفر عملوا له بوس، يعني احنا ما بدنا نكمل الانستليشن يعني عليه. الان لو رجعت عندك على الويندوز سيرفر 2012 على دبليو دي اس، راح تلاحظ بانه في عندك هون على السيرفر لما تيجي تكبس رايت كليك بروبريتيز، راح تلاحظ بانه معطيك لي انفورميشن، في عندك بي اكس اي. بالبي اكس اي ريسبونس انت بامكانك بانك تصير تلعب فيها. كيف تلعب فيها؟ بانه احنا قبل شوي كنا عاطينه بانه ايش لازم يكون اي حدا نون او انون تعمل ريسبوند. افرض انا بدي اعملها نون، فمن هون طبعا الاكتف دايركتوري خليها لبعدين، والبوت. لاحظ هون البوت شو بيحكي لك؟ بيقول لك البوت بانه اذا كانت النون عندي شو بساوي؟ بيقول لك هون ريكواير ذا يوزر تو بريس اف 12 كي تو كونتينيو، لازم يكبس هي اف 12. طبعا انا ما بدي اياه يكبس اف 12، شو بتحكي له؟ اولويز كونتينيو تو ذا بي اكس اي، لانه خلاص هون مباشرة. طب افرض بانه اليوزر انا صارت في شيء معين، يعني في تريك معين او صارت عنده مشكلة معينة، طب بدي اعطيه كي بامكانه بانه يوقف عملية اللي هي الانستليشن، يعني ما بدي اخليه بانه بالمرة ملوش علاقة في الدنيا. ففي عندك الخيار اللي بعديها شوية continue the BXE boot، يعني ما تسأله اي شيء unless ايش ماله؟
اليوزر بريس اسكيب. اذا كان بريس اسكيب معناته وقف عمليه الهيل بروسيس. اي ثينك اتس فير انف، يعني هذه هي اللي كويسه. اخر خيار يقول لك بانه نيفر، ما تساله او ما بتفوت بالمره. احنا خلينا نختار اللي هي كونتينيو ذا بي اكس اي، وهون كمان النون ديفايسز بتكون كونتينيو بي اكس اي. تيجي تحكي له ابلاي، تقول له ايش؟ اوكي تمام. انت هيك شو بتكون؟ ما اعطيت اليوزر، يعني لو جبت 20 جهاز ما في داعي انك تلف عليهم عشان تكبس اف 12 او انتر. جميل. طب هسه كيف بدي اعرف النون والانون ديفايس؟ شو الفرق بين الانون والمش انون ديفايس؟ اجاني جهاز، طب ال WDS كيف بدي اعرف انه هذا بالنسبه لي نون اور انون؟ او على سبيل المثال جابوا لي سيرفر، انا هذا السيرفر بالضبط، هذا السيرفر بالضبط شو بدي اساوي فيه؟ بدي انزل عليه ويندوز سيرفر 2012 ار2. هذا السيرفر بالذات بدي انزل عليه ويندوز سيرفر 2012. فلذلك طب ما انا في عندي 20 جهاز 40 جهاز 40 سيرفر، كيف دبليو دي اس بده يعرف هذا السيرفر انت بالذات محدد له ويندوز سيرفر 2012 ستاندرد؟ لازم بالنسبه لنا يكون نونز، لازم بالنسبه لنا ايش معنى النون؟ تمام. فهسه هون في عنا، زمان كنا كيف بنعملها بالويندوز سيرفر 2008؟ كنت بتروح تعملها من الاكتف دايركتوري. هون بال 2012 شو عملونا اياها؟ سهلونا الامور، قالوا لك هي في عندك تاب موجوده عندك، بس عليك بانك تعمل الكونفيجريشن ايش؟ من خلاله. لما تيجي تطلع راح تلاحظ انه في عندك هون تاب اسمها ايش؟ Active Directory Pre-Staged Devices. ايش يعني Pre-Staged؟ انه عرف لي اياه. نون بمجرد ما حطوه بس قول له حطوه على النتورك واسكت وخلاص. بيركبوه على النتورك شو بيساوي؟ اوتوماتيكلي بيروح بيعمل ايش؟ Installation. طيب كيف انا الان بدي ابلش اعرف اللي هي الديفايسز الموجوده عندي؟ عندك هون بالاكتف دايركتوري بريستيج ديفايسز تكبس رايت كليك عليه، شو بتقول له؟ اد ديفايس. اول سؤال بيسالك اياه بيقول لك شو الاسم تبع السيرفر اللي انت بدك اياه؟ شو بدك تسميه؟ على سبيل المثال خلي نفس السيرفر اللي هي تيست، شو سمينا؟ تيست دبليو دي اس صح؟ بدي اياه هذا الاسم. لاحظ هون بيقول لك اعطيني ديفايس اي دي. هسه احنا كيف بنعرف اللي هي الجهاز؟ في حقيقة كذا شغلة يونيك كل جهاز، على رأسها مين هو؟ المات أدرس. في عنا شيء ثاني اسمه الجويد، جي اي دي. هذا الجويد بيكون كثير كبير، هيك سيريال كبير، يا اما انك تختار المات أدرس او الجويد عشان يتعرف عليه. والجويد كمان نفس الشيء، ما مش ممكن بانه يكون ايش؟ يتكرر، هو يونيك. احنا بنروح بنجيب اللي هو المات أدرس تاع اللي هي الجهاز. طبعا احنا وقفنا هذا الجهاز، كيف انا بدي اعرف الماك ادرس تاع هذا السيرفر؟ تيجي على فايل، تيجي على سيتنجز، على هذا السيرفر اللي نفترض انه انا ركبته. طبعا هو عاده بيكون مكتوب على الكارت نتورك، اول ما بتشغل السيرفر بالشاشه السوداء بيروح بيكتب لك اللي هي الماك ادرس. تقدر تحصل على ماك ادرس من اي مكان، حتى الجوه تقدر تحصل عليه. يعني لما تيجي على النتورك راح تلاحظ انه في عندك بلس هون، تيجي على ادفانسد فيتشر راح تلاحظ انه معطيك اللي هو ايش؟ الماك ادرس. وهو باي ديفولت بيكون عامل لك اياه ايش ماله؟ بيكون عامل لك اياه اوتوماتيك. طبعا انت بامكانك بانك تختار ال يعني تعمل بس تطفي المشين، تعمل ستاتيك، وانت بتصير تحدد الماك ادرس اللي انت بدك اياه، اللي بدك تغيره. فاحنا عندنا 00. هسه هون هو دايناميك ماك ادرس، اذا طفيت المشين اذا بدك تلعب بالماك ادرس باي ديفولت هذا الدايناميك معطيك اللي هو هذا الماك ادرس زي هيك. اذا انت بدك تغيره بس تحوله ستاتيك وحط الماك اللي بدك اياه. طبعا هو 00-15-5D-16-01-14. كم اكثر سنسيتيف هو؟ لا مش سنسيتيف. فالان بترجع عندك على السيرفر بتقول له ديفايس اي دي، رايت كليك ديفايس، اذا في عندنا بدنا نحطه
اذا انت في عندك ديفايس جروب بتحطه بتسميه له اسم للديفايس جروب. اذا انت بدك تحطه في او يو اورجانيزيشنال يونت، يعني افرض بانه هذا الجهاز انا بدي احطه مثلا باو يو اسمه مثلا سيلز، فانت بتحدد له هون الاو يو بتقول هذه بدي اياها بالسيلز. تمام، احنا خلاص عادي انا بدي اياه سيرفر ينزل على هي الكمبيوترز، فتيجي بتحكي له نيكست. هون بيحكي لك مرات شنو بيصير عندك، مرات ما بكونش في عندك دبليو دي اس واحد، ممكن يكون في عندك اربعه، ممكن يكون عندك خمسه. تمام، فانت شو بتحكي؟ انه هذا السيرفر او هذا جهاز النوم بدي واحد من الدبليو دي اس خصيصا هو اللي بيجاوب. تمام، احنا ما في عندنا غير سيرفر واحد، فالريفيرال بالنسبه لنا ايش ماله؟ ما بتفرق معه. لاحظ هون بيحكي لك طيب انت بالنسبه لإلي لما هذا الجهاز اللي بدي اعرفه ريفيرال، لما يكون في عندك ممكن يكون دبليو دي اس مش سيرفر واحد، ممكن يكون 10 دبليو دي اس. تمام، فانت بدك هذا الجهاز اللي قلت له برستيجنج يروح ياخذ من جهاز معين، بنحط اسم السيرفر واسم الدومين. لا بتحط اسم السيرفر، تيجي بتقول له سيلكت، بيقول لك شو اسم السيرفر، تقول له براوز فايند، يكون عندك 20 سيرفر مثلا دبليو دي اس، تقول له هذا السيرفر بدي اياه هيك اسمه. يعني مثلا احنا اول ما في عندي غير قديش، ما في عندي غير سيرفر واحد اللي هو هذا تبعنا، فانت بتيجي بتقول له انا بدي دي سي 01، تقول له اوكي. تمام، اسم السيرفر يس اه الاسم. هسه هون بالاكسكيوشن الكلمات اللي احنا حكيناها احنا بنختار كونتينيو، واذا طلب منك اسكيب خليه يعمل اسكيب، ما في مشكله عندي. هسه هون بيسالك سؤال مهم، بيقول لك طيب الايمج من وين بدك اياه يصير يعمل بوتينج؟ تيجي بتقول له سيلكت، فانت بيكون عندك مثلا هاي الايمج اللي احنا اوريدي حطيناها، وبامكانك تتركه بدون يعني بوتينج. تمام، تيجي تحكي له نيكست. لاحظ هون شو بيسالك سؤال، بيسالك سؤال مهم جدا. طب انت لاحظت قبل شوي بانه انا دخلت على السيرفر، دخلت اليوزر نيم والباسورد، قلت له نيكست انجلش، نيكست بعدين اللايسنس، نيكست بعدين قال لي بارتيشنز، نيكست. طب هو انا يعني ما هو شو استفدت انا لما بكون عندي 40 جهاز اظن الف عليه نيكست نيكست نيكست، صح ولا لا؟ فهون في عندي سوليوشن ايش اسمه؟ انسر فايل. في شيء اسمه ايش؟ انسر فايل، يعني ان اتمت فايل. بنت يا ايمج بدل ما تصير انت بتساليني بكون انا حاط كل الاجابات وين؟ فهذا الفايل، هذا الفايل امتداده ايش هو؟ .xml. كيف بنبني احنا عادة هذا ال XML فايل؟ في برودكت لمايكروسوفت اسمه ايش؟ ويندوز اياك، WAIK، ويندوز اوتوميشن ايمج، ويندوز اوتوميشن ايمج كي او ايش زي هيك، اه كي او كيت ويندوز، نسيتوني، ويندوز اوتو ويندوز اوتوماتيك ايمج كيت ويندوز اياك. تمام، هذا برودكت من مايكروسوفت حجمه كثير كبير، يعني تقريبا فيه 3 جيجا، بتنزله بتصير انت تبني من خلاله ايش هاي اللي هي الان اتمت فايل. او في عندي حل ثاني انا بستعمله، شو بساوي؟ باجي بدخل على جوجل، ما بعرف اذا في عنا انترنت او لا، باجي بدخل على جوجل، اي ثينك بانه في عنا انترنت، فبتدخل على جوجل، فانت شو بتيجي بتحكي له؟ يا جوجل انا بدي ان اتند دوت اكس ام ال فايل سامبلز، ورجيني سامبل. تمام، ومن هاي السامبل انت بتصير ايش ماله؟ بس بتصير بتعدل عليه سامبلز، يعني هو بيكون حاط لك البرودكت كي، فانت بتشيل البرودكت كي بتحط البرودكت كي تاعك، بتشيل الاسم بتحط الاسم تبع الدومين تاعك، زي هيك. ليش ما فيش عندي انترنت انا؟ تمام، مش عارف، مش تمام، شو اسوي انا هسه؟
اوكي هاي هون مثلا تيجي بتقول له ان اتند دوت اكس ام ال تمام بدك على حسب اللي هي الويندوز او بتيجي بتقول له هاي في عندك هون سامبل تمام بيعطيك سامبلز تيجي تكبس رايت كليك مثلا هون على التك نت تعمل له اوبن ان نيو تاب بتلاحظ هو كاتب لك انه مجموعة من السامبلز اللي انت بتحتاجها بامكانك بانك تستعين فيها او من خلال هذا البرنامج اللي هو ويندوز ايك تمام طبعا هذا في مواضيع ادفانسد اللي هو دبليو دي اس لحاله انه هذا اللي ويندوز ايك وكيف تبنيها والانسر فايلز وكذا يعني قصه يعني مش بس خلينا نحكي بانها سهله كثير ولكن برضه كمان مش صعبه يعني فانت هون في عندك بالسامبلز فانت بتيجي تطلع مثلا هون بيقول لك اللي هي ستاندرد مثلا انستليشن انه اذا انت اذا بدك تنزل عادي ايمج انه كيف بدك تعمل بارتيشن للديسكات فهو بيقول لك هذا بتاخذه تمام زي ما انت شايفين انه كيف تعمل تحط اليوزر نيم والباسورد فانت بتشيل هذا تحط اللي هو اليوزر نيم تبعك بتحط اللي هو الدومين تاعك تحط اللي هي الباسورد تبعتك اكس ام ال مش اتش تي ام ال تمام فانت بتصير بتعدل بتقول انا بدي هارد ديسك كذا زي هيك اللانجوج اللي انت بدك اياها وهي في كذا سامبل يعني موجودات بيقول لك اذا انت بدك تعمل ضيف لانجوج باك هي هيك بتحطها بس تعدل تحط اسم الدومين تبعك والباسورد في عندك كذا سامبل يعني جميلات لطيفات يعني هذول طريقتين انت بامكانك انك تعملها كمان مايكروسوفت شو عملت لك بالويندوز سيرفر 2012 سهلت لك المهمه كثير حكت لك بانه في عندك انا اتند فايل اعطيني اذا ما عندك يلاحظ في عندك هون تاب ايش اسمه كرييت نيو لما تيجي تعمل كرييت نيو طلع شو اعطاك يعني ويندو جميله جدا وبسيطه من خلالها بيبني لك هو ايش اكس ام ال فايل اللي هو الان اتند فايل فانت بتيجي بتحكي له انا مثلا بدي انجلش اللانجوج او اذا بدك عربيك انت تختار يقول لك طب مين اليوزر مش احنا كان بيسالني عن اليوزر نيم والباسورد لما كانت لما كنت بدي اعمل انستليشن بيقول لي مين هو هذا فانا باجي بحكي له ادمنستريتور ما في داعي بقول له اليوزر يدخل اي شيء والدومين اللي هو abc.com وفي عندك يقول لك ويندوز 7 ايرلي اور ويندوز 8 ايرلي طب انا ما بدي لا ويندوز 7 ولا بدي ويندوز 8 انا سبيسيفيك هذا بدي انزل عليه image معين اللي هي الايمج اللي انا بدي اختار لها فانت بتيجي تحكي specify the image select لاحظوا شو جاب لك الان already الايمجز اللي انت كنت معطيه اياهم يعني كان عندك ويندوز 7 بدك تنزل عليه 7 تقول له هذه الايمج بدي اياها 7 احنا شو اخترنا بدنا اياه قلنا بدنا اياه ويندوز سيرفر ستاندرد بس مش كور جرافيكال لاحظوا طلع لك اللي هي البيانات لحالها قال ايمج نيم وهي شو ترتيبها اذا بدك اللانجوج تاعتها بتقول له انجلش يعني البروسيس هو ماشي يكون بالانجلش هون اعطاك خيار مهم جدا طب مش انت في عندك ديسك طب ما هو بده يصير ينزل لك على الديسك صح ولا لا معناته انت لازم تقول له انا على انو ديسك بدي انزله على انو على السي او على الدي او على ايش انا هي البارتيشن هون بدنا ناخذ نقطه بعين الاعتبار بدنا يعني نكون مركزين فيها السيرفر اللي هناك راح تكون نازل عليه ديسك صح اللي هو ديسك زيرو صح بس احنا بنعرف بان الويندوز سيرفر وال8 وال2012 شو بيساوي بيحجز بارتيشن 1 2 3 و 4 يعطيك اياه قبل شوي مش بينت عندك لما تيجي تقول له اعمل كرييشن فبالتالي انت شو بتحكي له الديسك عندي اوكي زيرو راح يكون طبعا راح تقرا كل شيء عشان تستوعب انا عم بلخص لك هذا الكلام بس هو مكتوب هون وراح شو بيقول لك بيقول لك اذا كان ما في عندك الا ديسك واحد فات ماست بي تو بي ايش زيرو ذا بارتيشن اللي هو البارتيشن اي دي شو بيحكي لك بانه حطوا واحد انا بحطه واحد لو كان مثلا ويندوز 98 انه كان فقط ما بيقتطعش لو كان ويندوز 7 بحط 2 لانه بيقتطع بس 100 صح 8 2012 كم يقتطعوا 3 فهو راح شو يكون الرابع فانا شو بحكي له انت هون راح تكون ايش مالك ديسك 0 بارتيشن 4 تمام
اللي هي الهارد سكان. فانت بتيجي بتقول له الان سيف، لاحظ لما قلت له سيف شو اعطاني؟ سمالي دوت اكس ام ال. لو جيت عملت براوز راح تلاقيه بانه حاط لك اياه وين؟ بشورت فولدر. شيء طبيعي انه بده يكون شيرت فولدرز، هذول انا مريد عليه على اساس انهم يقراوا منه. برضو كمان لو جيت انت هون على السي راح تلاحظ انه هو الفولدر اللي بنالي اياه اللي هي الريموت انستليشن، راح تلاحظ انه في جواته شيء اسمه WDS client and attend اللي انا بنيته. لو كبست عليه رايت كليك وقلت له edit، نفس الكلام اللي already كان موجود هناك اللي قرانا في السامبلز هذو، تمام؟ فانا شو مساوي؟ حط اللي هو الدومين تاعي administrator password الى اخره، تمام؟ وطبعا لو جيت انت طلعت رايت كليك edit بالله مرة ثانية عشان ما بنسى، بانه هون بتطلع راح تلاقي بانه كان حاكي لك عن الديسكات، تمام؟ وقايل لك انه هي الديسك زيرو والبارتيشن قديش؟ فور. يعني نفس الشيء اللي انا عملته. تيجي خلاص انا هذا هيك تمام، عندي الاتنت فايل ما في مشاكل، جميل الامور. بعد بحكي له خلاص اوكي هي كانسل تمام. تيجي بتقول له نيكست، لاحظوا شو بيحكي لك. بيقول لك هون بدك اياني اعمل لك اياه جون للدومين لحالي، تخيل زين شو الحلاوة. شو انت بتقول له؟ اوكي من اللي جاين للدومين؟ لاحظ بانه انت هون حاط له بانه ايش؟ جاين للدومين. بس انت لما تيجي بدك تعمل جاين للدومين بيقول لك مين بدك اليوزر اللي يعمل لك جاين للدومين؟ انت بتيجي بتحكي له سيلكت مثلا، تقول له ادمنستريتور، انا بدي ايش؟ ادمن، هو اللي بيعمل لك جاين للدومين. تشيك بيطلع لك ادمنستريتور، تقول له اوكي. بيقول لك طيب بس اعمل لك جاين لهذا الدومين، بدك اعطيه فول بيرمشن لهذا اليوزر ولا بدك اياه بس جاين اونلي؟ لانه ممكن اخلي عبد الله يعمل جاين له، ممكن اخلي اي يوزر عندي. بقول له لا خلص اعطيه كمان فول بيرمشن، يلا عيش. تجي تقول له اوكي، تقول له فينيش. اوكي هيك صار عندك ايش البرستيجنج؟ بمجرد ما شاف هذا الماك ادرس راح يبلش ينزل له اوتوماتيكيا بناء على المعلومات اللي انت اعطيته اياها. نيجي نجرب. لو اجيت هيك رجعت انا على هذا الجهاز تاعي ورجعت عملت له ما بدي اكمل، رجعت عملت له ريسيت، شايفين؟ هاي ريسيت. لاحظ الان شو اللي راح يصير؟ بيقول لي بدك اعمل له ريسيت، بقول له يس. فايل فول سكرين، طلع شو راح يعمل الان؟ انا مش عم بتمس اشي، ايدي مرفوعه. ليه؟ لان انا قلت له انت نزل لحالك. عم بيبوت على من الاي بي فيرجن 4، لاحظ شو اعطاك؟ ستيشن اي بي ادرس اللي هو 11، انا اخذت اي بي ادرس ايش؟ اوتوماتيك ال 11. مين اللي اعطاني اياه؟ اعطاني اياه اللي هو واحد اللي هو السيرفر دي سي 01، لانه نازل على دي اتش سي بي ونازل عليه واحد. شو المسج اعطاك اياه؟ بريس اسكيب عشان انك تهرب. لاحظ الان عم ببوت من وين؟ من واحد اللي هو دبليو دي اس اللي نازل عليه السيرفر. لاحظ الان شو عم يعمل؟ ما راح يسالني زي قبل شوي بانه اعطيني اللي هي اليوزر نيم والباسورد وهذه الاشياء. طبعا شو راح يعمل؟ شايفين شباب؟ شو راح يعمل؟ هو لحاله الان عم بيروح بيقرا، اعطاني سيت اب، ما طلب مني شو اسمه؟ اللي هي اللانجوج وما اللانجوج وهذه الاشياء. فهون ببلش سيت اب از ستارتنج. هو الان شو عم يعمل؟ عم بيروح يقرا كل الاجابات من وين؟ من الانسر فايل. انت ليش ما عندك مش ضابط؟ ليش مش طالع على الانسر فايل؟ ما في عندك مشكله. انس ضبط عندك صح؟ تمام انس ضبط عندك، كل الشغل ضبطت عندك. لاحظ انا شو طلع عندي؟ سيشن ويندوز سيت اب اوتوماتيكلي وانس ذا سيرفر انيشيت يور سيشنز. لاحظ شو عمل؟ سألني أي سؤال؟ سألني أي سؤال؟ ما سألني ولا أي سؤال. وبالتالي أنا لما يكون في عندي أي أجهزة ما بدي يا فراس حدا منهم يسألني شيء، شو بعمل؟ وعمل له أنا أدين فايل وبناء على بيصير بنزل. إحنا لحد هون تقريباً
هذا المطلوب منا في السيشن او هذا المطلوب منا في هذا الكورس. يعني في شغلات زي ما شفت في تابات وكذا زي ما اخذناهاش راح امر عليها المره الجايه مرور يعني سريع لان هي بسيطه يعني. وهي هي هيك المطلوب منا يعني لحد هون تمام. فهيك نكون ايش عملنا احنا؟ نزلنا WDS واشتغل عندي WDS زي ما احنا شايفين الحياه جميله. بس شو الوظيفه الرئيسيه؟ هلا في عندك ديفايسز نون في عندك انون. الجهاز بدي اياه يصير يعرف اللي هي الاجهزه اللي بدي انزل عليها هاي نون. فبالتالي بروح بعملها برستيج اجيب اللي هي الماك ادرس واعطيها. هاي بالنسبه لي الاثنان. طيب احنا لحد هون بيقولوا لي بانه لازم نوقف لانه في عندنا في مينتنس او شيء فالكل يسيب شغله. يس والله بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اليوم بدنا نكمل في موضوع ال WDS. في عنا كمان هيك نقطة بسيطات عشان ننهي فيهم موضوعنا اليوم بال WDS يعني لحد هون هذا المطلوب منا فيه. آخر شيء احنا عملنا بانه عملنا برستيج لديفايس نيو ديفايس ورحنا عملنا اشي اسمه ال unattended file. شفنا كيف عمل اوتوميشن لوحده. طبعا زي ما احنا شايفين في عندي مجموعة من اللي هي التابس. احنا تعرفنا على الانستول وتعرفنا على البوت وتعرفنا على الاكتف دايركتوري بريستيج. هلا راح تلاحظ انه في عندك هون اشي اسمه اللي هو البندنج ديفايسز. بتذكر لما كنا احنا عملنا اللي هي الاوبشن اخترنا بانه نون اور انون ديفايسز تمام. وكان في اوبشن تحت حكيت لكم عنه اللي هو الادمنستريتور ابروفال. اذا كنت عامل عليها تيك فالاجهزة اللي بتحتاج اللي بدها تعمل انستليشن بتصير تظهر عندك هون بيقول لك اللي هي البندنج ديفايسز الاجهزه اللي انت اوريدي مستنيه منك بانك تعمل يا اما ابروفد او نوت ابروفد عليها. فانت بتكبس عليها رايت كليك بتقول له ابروفد فبيصير بينزل عليه. اللي ما بتعمل له ابروفد ما بيقدر ايش ينزل منه. راح تلاحظ هون في عندك شيء اسمه اللي هو المالتي كاست ترانسميشن. مالتي كاست ترانسميشن حقيقه المالتي كاست ترانسميشن هي واحده من اللي هي الترانسبورت سيرفيس رول. هلا شو اللي بيصير عندك انت sometimes بانه تعرف انه انا رح يجيني مثلا 40 جهاز بس انا ما بدي انزل هذول ال 40 جهاز الان في وقت الذروه. يعني الناس عم تشتغل فمش منه اقول اخلي النتورك كلياتها الترافيك على الانستليشن. فشو باجي بحكي له انا بقول الساعه 10 بالليل بلش نزل لي عليهم اللي هي الاوبريتنج سيستم تمام. انت اصلا تكون مروح بس تيجي ثاني يوم تلاقي كل الاجهزه نازل عليها كل شيء تمام. او على سبيل المثال بتحكي له بانه انا عم بستنى بخمس اجهزه تمام. انا بستنى بخمس اجهزه اجاني منها ثلاث اجهزه تمام. فانا ايش بحكي له؟ بحكي له اذا اجاك خمس اجهزه بلش انستليشن. اذا ما اجوك الخمس اجهزه اللي هي الثري شوت اللي هي العتبه يعني اذا ما اجوك هذول الخمس اجهزه اذا اجوا اربعه ما تنزل بس يجوا الخمسة مع بعضهم نزل لهم نفس اللي هي settings بس operating system. هاي من وين انت بتعملها؟ من ايش اسمه اللي هو multicast transmission. وتيجي تكبس رايت كليك على multicast transmission راح تلاحظ انه في عندك هون ايش اسمه create multicast transmission تختارها فبيسألك هاي multicast شو بدك تسميها. مثلا بتسميها مثلا windows install تمام. وتيجي تحكي له ايش next بيحكي لك طيب انت في عندك اوريدي مجموعه من اللي هي من الايمجز واللي انت اصلا اوريدي مسميها ويندوز سيرفر ايمجز اللي هي هون اللي المره الماضيه وهي بتحتوي على هذه الاشياء انت بدك تستخدمهم ولا في عندك جروب ثانيه ولا الى اخره. احنا اوريدي ما في عندي غير جروب واحده بحكي له طبق لي اياها على هذا الجروب. لاحظ هون شو بيحكي لك المالتي كاست تايب. لما تيجي بتحكي له اوتو معناته اي حدا يركب يشتغل. بس اذا انت بدك تعمل سكيدجول تختار اللي هي سكيدجول في عندك تو تابس يا اما انك تحط على النمبرز او بتحط على التايب. بتقول له مثلا انا بدي اياك تعمل ستارت لما يصير عدد الاجهزه المشبوكه عليك خمسه بلش نزل. لا بامكان لا هسه انت يا اما هاي يا اما هاي. يعني انت فعليا انت ليش يا ميو يعني ليش بدك تسويهم الثنتين مع بعض؟ ايش الفائده يعني؟ يا اما انك تحطها على العدد
او تحطه على التايم. الا في حاله مثلا بانه انت تيجي بتحكي اوكي طيب انا بدي مثلا انه بس يصير العدد 20، بس انت من هون لبكره لازم تكون مخلص. طب افرض انهم ما قدروا يشحنوا لك الان لا العدد ده مثلا هو اللي انت بدك اياه 20، فبتقول له سكيدجول حتى لو ما وصله لك ال 20 في الوقت الفلاني خلاص بلش انت نزل. شفت بدك ايه؟ فانت هون بتختار اللي هي السكيدجول اللي انت بدك اياه، مثلا الساعه كذا الوقت كذا، تختار التايم والتاريخ، او مثلا تيجي تقول له خلاص ستارت اذا كان العدد 5 تقول له نيكست، تقول له الان فينش. لاحظ الان لو رحت انت عملت فيرتشوال ماشين وبدك اياه يطبقها ما راح تطبق، يعني ما راح شغل لك اياه. ليش؟ لازم تحط واحدة واثنتين وثلاثة واربعة، بس تحط الخامسة وتخليهم كلهم يشتغلوا مع بعض يبلش اللي هي عملية الرياش. طبعا تستنى شوي لما بتعمل ريفرش، طبعا تتأكد لما تصير هون ريدي، لما تصير ايش ريدي الاستاتس تاعتها لساتها ويتينج. يرحمك الله. تمام. sometimes اذا انت كنت بدك تعمل دمج عندك ايمج اوكي من هون موجوده، فانت هذا الايمج بدك تروح تضيف لها درايفر، فانت بتيجي من هون من الدرايفرز بتروح بتضيف ايش درايفر باكج. يعني مثلا تروح تجيب مثلا هذا الدرايفر مثلا تاع برينتر، فانت بتقول له هذا الدرايفر تاع البرينتر ادمج لي اياه في هذا الايمج اللي راح تنزل. خلاص اي حد الان بينزل هذا الايمج اوتوماتيكلي هذا الدرايفر معها. الويندوز هو راح يكون 2008، ممكن الدرايفر يكون ليزر جيت اتش بي، فهي بتنزل اوتوماتيكلي معها. طبعا احنا ما راح نطبقها اليوم يعني هذه الاشياء او هذه القصه يعني. هون بس مهم جدا بدنا نعرف اللي هي الريسبونس. زي ما انتم شايفين هون بامكانك انك تضيف الريكوير وتغير الشيء اللي انت فيه الاكتف دايركتوري البوت الى اخره. تمام. احنا لهون نكون يعني اخذنا الشيء المطلوب منا والجزء اللي احنا محتاجينه الى حد الان. تمام. حد الان WDS حلو، هو على فكره من المواضيع الممتعه يعني لطيف يعني مش انه تمام. واضحه هسه الامور. بس ما بقدر اسوي بوش اللي لا بس ويندوز WIN. يس هسه انت بدك تعمل بوش لاي ابلكيشن ثاني انتي فايروس وات ايفر، في عندك سوليوشن ثاني اسمه سيستم سنتر كونفيجريشن مانجر، هذا اسمه ويندوز ديبلويمنت. فعندك انت سيستم سنتر كونفيجريشن مانجر، في عندنا مايكروسوفت، في عندها فاميلي اسمها سيستم سنتر. هذا شو بيفرق؟ هي مش هي ولا هاي هناك انت بدك تروح تحطه على في الجوست له سيرفر ويعمل بوش زي هيك، ولا تروح تعملها انت بايدك تروح تلف؟ بس انا لازم عشان اعمل له بوش للبرامج اللي انا بيبوش شو بعمل؟ بنزل مثلا تلاقيني باخذ كلياتهم بعملهم. هسا انت فعليا اذا بدك انت يعني مثلا بدك تشتغل بهذا الموضوع اصلا هون النسخه اللي احنا جبناها هذه يعني البيور ويندوز اللي هي النسخه النقيه تاعت الويندوز يعني ما فيهاش اي شيء يعني. فانت شو بتروح بتساوي؟ بتروح تحط الويندوز تنزل عليه الاوتوكاد اوتوماد مش عارف شو، تنزل عليه السوفت ويرز اللي انت بدك اياها. تمام. بس تيجي بدك تنزل عليه السوفت وير اللي انت بدك اياها، تروح تاخذه مثلا ايزو ايمج او وات ايفر اي شيء انت بدك اياه. بس تاخذه ايزو ايمج هو راح يكون دوت ايزو. هسه في تروح على جوجل سيرش بانه convert dot ISO to WIM، إنه كيف بحول اللي هي ISO ل WIM يعني تبع مايكروسوفت، فهو بحول لك إياها الآن هذه الإيمج ل WIM. تمسكها وتروح تحطها. برامج تكون تنزل عادي. بس في شغلة عندك بدك تأخذها بعين الاعتبار بإنه هسه الإيمج اللي أنت هناك اللي أخذتها راح تكون تحتوي على إيش؟
درايفرات اس اي دي ومش عارف شو واكاونتس وكذا. ف وهي بتاخذ نفس الدرايفرات نفس اللي هي الجهاز اللي انت موجود عليه. فلما انت تروح بدك تحطها على جهاز ثاني، جهاز ثاني براند مختلف، هذا الدرايفرات ما راح تشتغل. اوكي، فهي بدك تاخذ بعين الاعتبار يعني هذه الاشياء يعني. اوكي تمام تمام يا شباب. تفضل. فيدورا كله ما بينش؟ احلى كلام. بس على الرن هم بس كونفيج وتفوت على البوت بعطيك انه بس الويندوز النازل بس ما بعطيك الفيدورا. ويندوز انا تو بدك كومنت تسويها بدك ايش؟ كومنت او بدك تلعب بالريجستري، في كي موجود جوا الريجستري. وانا بسرعة في الرن هو الايديت طيب خليني بقول لك عنها بعد شوي بيصير. طيب خلصنا هيك هذا السيرفر، خلاص خلينا نسكر هذا السيرفر WDS. الان شو بدنا نعمله هون بWDS؟ بدنا نعمله انا انستور. تمام خلاص بدنا اشياء عشان تفضل المشين تاعتنا. تيجي على مانج، في عندك بدل ما تعمل add rules شو المرة بدك تعمل remove rules، شيء جميل. فبتيجي بتحكي له next، هذا السيرفر بدي اشيل منه next. فبتيجي بتحكي له انا ايش السيرفيس اللي بدي اشيلها منك. في عندك windows deployment services، تكبس عليها. لاحظ يقول لك بدك اشيل لك هذه الاشياء كمان، تحكي له yes remove it next. ما في اي شيء ثاني بدي اعمله ريموف لانه اوريدي بده يشيل الاشياء تاعته. نيكست، تحكي له ريستارت اف ريكوايرد يس، تحكي له ايش ريموف. تمام هيك انا بكل شو عملنا ريموف للويندوز ديبلويمنت سيرفيس، تعلمنا بانه كيف انت بتشيل اللي ايش رول عندك. طيب هسه انا المره الماضيه